مرحبا، معكم مريم زاير، طالبة في كلية الحقوق عين شق بجامعة الحسن الثاني. في إطار المشاركة في مسابقة القراءة بصوت عالي لكتوغا فاوت، اخترت قراءة رواية التنطورية للكاتبة رضوى عاشور، والتي تتحدث عن القضية الفلسطينية عبر إصدار مجموعة من المفاهيم كتعريف النكبة، ما معنى اللجوء، ما معنى خسارة الوطن، وما معنى العناء في الظفر بالحرية. قراءة ماتعة. تعلمك الحرب أشياء كثيرة، أولها أن ترهف السمع وتنتبه لتقدر الجهة التي يأتي منها إطلاق النيران، كأنما صار جسمك أذناً كبيرة فيها بوصلة تحدد الجهة المعينة بين الجهات الأربع أو الخمس، لأن السماء غدت جهة يأتيك منها أيضاً الهلاك. ثانيها أن تسلم قليلاً وألا تخاف إلا بمقدار، القدر الضروري فقط. لو زاد خوفك مقدار ذرة غادرت بيتك بلا داع، لأن القصف في الناحية الأخرى من المدينة. يتحول خوفك إلى مرض خبيث يأكل من جسمك كل يوم حتى يأتي عليه، فتوفرك القذيفة ويقتلك الخوف. ولو قل خوفك مقدار ذرة ولم تسارع إلى هبوط الدرج إلى الملجأ أو الجلوس على السلم بعيدا عن النوافذ والشرفات، تقتلك القذيفة هكذا في غمضة عين، لأن القصف يقصد الشارع الذي تسكنه وربما البناية التي تقيم فيها. وتعلمك الحرب ثالثا أن تنتبه حين تضطر لمغادرة البيت، أن تأخذ الأهم فالمهم، مثلاً زجاجة ماء أو السيدة العجوز التي قد تضيع منك وأنت تتمم على صغيرتك وأعضاء جسمك. والمؤكد أن هناك رابعاً وخامساً وسادساً تتعلمه من الحرب، لكن دائماً تتعلم، وإن ورد هذا في الأول أو في الختام، أن تتحمل، تنتظر وتتحمل، لأن البذيل أن يختل توازنك. باختصار، تجن. كيف احتملت؟ كيف احتملنا وعشنا وانزلقت شربة الماء بين الحلق دون أن نختنق؟ ما جدوى استحضار ما تحملناه وإعادتك بالكلام؟ عند موت من نحب نكفنه، نلفه برحمة ونحفر في الأرض عميقا، نبكي، نعرف أننا ندفنه لنمضي إلى مواصلة الحياة. أي عاقل ينبش قبور أحبائه؟ ما المنطق في أن أركض وراء الذاكرة وهي شاردة تسعى إلى الهروب من نفسها، شعثاء، معفرة، مروعة، مسكونة بهول ما رأت؟ لماذا أركض وراءها؟ هل أريد قتلها لأعيش؟ أم أسعى لإحيائها وإن مت بعدها لأن ماذا؟ أصيح فجأة، ملعون أبو الذاكرة، يلعن أمها وسماءها ويوم كانت ويوم تكون، ملعون أبو الذباب. أنا رأيت بأم عيني الذباب عند حفرة عميقة وتتسع، ورجال إسعاف بقفازات وكمامات واقية ينثرون مسحوقا أبيض، يأثون بالجثث على الناقلات، يضعونها جثة بجوار جثة، يبسطون عليها مجتمعة ملاءة غطاء من البلاستيك الذي تصنع منه أكياس القمامة، يعودون بنقالاتهم إلى الأزقة ليأتوا بجثث أخرى، يذهبون ويجيئون من طلعة النهار إلى غروب الشمس، رائحة وسحب من ذباب. اتركيها شاردة لتذهب، ليتها لا تعود. أبسط كما رأيتهم يفعلون، ملاءة تغطي ما رأيت طوال السنوات، ويوم الرائحة والذباب. أتركي يا رقية الصفحة
للبياض.